دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير. وخلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أضاف الرئيس السيسي أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة. أولا بقول إيه، احنا كنا بنتكلم مع دولة الرئيس وسيد وزير البترول على يعني الهيئة وإذا كان لها معوقات بتقابلها أو كده، وده أمر احنا حريصين على إن ما يبقاش فيه معوقات قدام أي مؤسسة يعني. لكن هرجع هنا للموضوع دوت، لو أنت عملت الثلاث أو الأربع مراحل اللي أنت بتتكلم عليهم دول وبتقول إن هم هيكلفوا 700 مليون دولار، ده للتصدير الكتله الغالبه او النسبه الغالبه منهم، مش كده؟ في يعني كفايه يعني انتاج محلي والباقي هيصدر. ما هو ما انا الانتاج المحلي انا بجيبه دلوقتي من بره، بالظبط صح كده؟ فانا سواء صدرته او استخدمت جزء عندي فانا وفرت عمله كنت انا لو انا النهارده بستورد ثلاث اربع منتجات من اللي موجودين هنا، ده ليهم رقم، بالظبط مش كده؟ وانت لو انتجتهم في مصر هتوفر الرقم ده وعندك فرصه كمان انك انت تصدر بره. طب بقول كده ليه؟ لان احنا ممكن كتير يقول لنا النهارده واحنا بنفتتح المشروع ده ما تدوا فرصه للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى، يعني يتقال كده. فده محتاج اتصور محتاج ترويج ومحتاج لقاء مع اللي بيشتغلوا في المجالات التعدينيه بصفه عامه عشان نقول لهم تعالوا ده في فرص كويسه جدا، الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوايد مباشره بان احنا بنستورد الكميات دي بالعمله الحره او بان احنا نصدرها ويبقى لينا دخل